التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في أرضية ميدان سيف العرب في سن الحقائق. أشواطنا مستمرة وتحدياتنا جميلة على أرضية هذا الميدان. ينطلق الشوط التاسع في أشواط صباحي هذا اليوم الخاص بالإبكار الحقائق الثلاثة كيلومترات، يحمل كذلك الكثير من الأسماء والشعارات العملاقة والجميلة. مباشرة أبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة، وهذه خومة تتصدر المشاركات. أحمد بن سليم بن بطي العامري على رأس حربة هذا الشوط، أو 24 ولا 14 هذه الأولى، اللي هي بوح لعلي بن فايل بن خريبيش العويسي تقود مساري هذا الشوط، بينما المركز الثاني ثاني المراكز اشوف الانطلاق والتحديات. كذلك هذه كحال، كحال محمد بن سيف بن سالم الشامسي يقدم لنا كحال في هذا المنطلق وهذا الاندفاع الجميل، بينما هناك الانطلاق على المركز الثالث ووصلت في ثالث المراكز هيب يا هيب هيب حمد بن هادف بن محمد الشامسي تتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع ساير شوي نشوف هناك رابع المراكز، هذه تقدم التحديد على المركز الرابع ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز التقدم في هذه اللحظات من الشاهينية، الشاهينية لسالم بن علي بن سالم الزرعي تتقدم، بينما المركز السادس الله يا هذا الشوط الله يا الأسماء، ما شاء الله ما شاء الله، هناك هذه الشعارات وهذه الأسماء العملاقة القادمة والواصلة في هذا الشوط، في هذا الشوط الجميل الذي يحمل تحديات الإبكار الحقائق الحقائق لأبناء القبائل. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى كحال، عودة إلى كحال، الله يا سلام يا سلام، هذه كحال مسيطرة على مقدمة الشوط وتقود مساري هذا الشوط. كحال لا زالت اسما على مسمى بهذا العرض وهذا الأداء الجميل والرائع. كحال هناك من هجن العاصفة من حققت الرموز في العام الماضي، وسميت هذه كحال كذلك بأداها الجميل وبتحدياتها الجميلة والرائعة. محمد بن سيف بن سالم الشامسي يقدم كحال تنفرد بالمركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز بدأ التحرك من قبل مهابة سيف بن حمد بن محمد المنصوري على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك التحديات وهناك الانطلاقات على المركز الثالث، شوف الثالثة رقم 19 اللي هي أو 29، يا سلام. ولكني خلني أعود إلى كحال، خلنا نعود عشان مصور ما تفوته هذه اللقطة. روح 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 هناك مع كحال ومع انطلاقتها، مع كحال ومع دفاعتها. الله 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 يا هذا الرقص، الله يا هذا الرقص، أشكرك أشكرك والله، تستاهل يوم سميتها كحال، تستاهل هذا الاسم. شوف ما شاء الله بدون أوامر تزيد من سرعتها، آليها مغروس في الأبطان وهي تقدم كل ما هو جميل. أشكرك يا محمد يا بن سيف يا بن سالم الشامسي، الشامسي من يقدم كحال، مصورنا يا مقبول، خذ لقطة للمراكز البقية وعود مرة ثانية لنشوف المسافة والأربعمية متر الأخيرة وليها مغروس. حرك حرك يا الشامسي، نبع عرض ما شاء الله، تحت رأسها شيء 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 تحت رأسها، تنطلق بالمركز الأول. هذه كحال، هذه كحال، كحال محمد بن سيف بن سالم الشامسي يعلن الفوز ويعلن التحديات في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق مع كحال محمد بن سيف بن سالم الشامسي بدون أي توامر، عليها مغروس في الأبطان تعلن الفوز في هذا الشوط وتعلن الناموس. تهانينا على هذا الفوز لحظات الوصول. المركز الثاني هذه من وصلت في المركز الثاني الشاهينية لعلي بن حميد بن بدر، الثالثة اللي هي الثالثة 22 ولا 10 22 كذلك اللي وصلت اللي هي لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، وأيضا هناك مهابة لسيب بن حمد بن محمد المنصوري، والبقية عند اللجنة. نعود إلى التوقيت الزمني 4 دقائق 37 ثانية، التوقيت الزمني لكحال
في هذا الشوط. تهانينا والناموس.